فبقالنا وقت كده سلسلة مع الكنيسة بنتكلم على الكل قصرة جديدة، وبتهالي احنا في مرة كنا بنتكلم فيها عن ازاي ذهن جديد في علاقتي مع ربنا وذهن جديد في علاقتي مع نفسي. طلب مني اتكلم على موضوع صراحة اول ما تقال لي الاسم بتاعه قلقت قوي قوي، كنت حاسس ان الموضوع صعب صعب. يعني في العلاقة مع ربنا بتتكلم مع واحد، علاقتي بربنا صح، في علاقتي مع نفسي بتتكلم برضو مع واحد، لكن الطلب مني اتكلم على ذهن جديد في العلاقات. فمش عارف حد كده حس بالتحدي انا فيه، انا حاسس انا يعني قلقان ولا بحضر الوعظ يا رب، الموضوع صعب. ليه صعب؟ ليه صعب؟ اولا لانه انت بتتكلم على سكيل كبير قوي عن العلاقات، هتكلم على علاقتي بابويا وامي في البيت، هتكلم على علاقتي بصحابي، علاقتي بالشريك حياتي او بالبنت اللي بحبها وارتبط بيها، هتكلم عن الناس الكويسه الحلوه والناس الصعبه. فالموضوع كبير قوي وكنت حاسس صراحه انا قلقان. حد حاسس بيا؟ حدش حاسس بيا؟ طيب الازمه بقى اكبر، الازمه الاكبر لو انا سالت سؤال كم حد هنا سمع عن العلاقات او حضر حاجه عن العلاقات او شاف حاجه عن العلاقات؟ تقريبا 99.9 من 10 سمع عن العلاقات وبيتكلم على العلاقات. فانت لو انت ستيل من الشباب الصغير اعدادي وثانوي سالتك ايه اخبار العلاقات، عندك ايه عن العلاقات، هتقول لي نصايح وهتقول لي تبس كتير صح ولا لا. لو انت مرتبط هتقول لي نصايح عن العلاقات، لو انت سنجل ومرتبطش هتتكلم عن العلاقات صح. انت لما تفتح السوشيال ميديا بتلاقي كله بيتكلم عن العلاقات صح، بوست ريلز تيك توك كله بيتكلم، حتى تيتا وطنط وجد وخال وخالته كله بيتكلم عن علاقات. فحد فاهم اللي عايز اقول ايه؟ فانا مش عارف هقول ايه، ايه اللي هقوله مختلف يبقى تحسك تسمعني تقول اه دي مختلفه. وهشارككم اخر حته كده في المقدمه الطويله دي، قعدت قلقان كده وانا بصلي الوعظه دي، يا رب يعني الحقني يعني مش عايز اقول حاجه قديمه ومش عايز اقول حاجه الناس حست انه هتقول ايه، ما احنا سمعنا كل حاجه وعد علينا كل حاجه وانت مش فاهم اصلا انا بعدي في ايه وحصل لي ايه وبيجرى لي ايه، فانت هتقعدوا تتكلموا كتير. بص بقى عشان ربنا جميل بقى، فجاء قال لي انت قلقان؟ قلت له قوي قوي. قال لي ممكن تسيبها لنا؟ قلت له هتعمل ايه؟ قال لي وانت بتتكلم انا هعدي على كل حد قاعد في الكنيسه وهوشوش في ودنه واقول له ركز، المفتاح ده بتاعك للوقت ده للعلاقه دي. قلت له اسيبها عليك؟ قال لي ايه؟ سيبها عليا. فامين امين. طيب هطلب منكم 3 حاجات عشان تساعدوني، الوعظه فعلا صعبه، انا متوتر. حد حاسس متوتر شويه حاسس متوتر، فعايزك تساعدني في 3 حاجات ماشي. 1، وانت بتسمعني حاول تطبق اللي بقوله على سكيل العلاقات اللي انت فيها، علاقتك في البيت، علاقتك مع الشله واصحابك وصحباتك، علاقتك مع شريك حياتك اللي انت هترتبط بيه او انت مرتبط بيه، فانت عايزك تساعدنك تطبق خلاص. حاجه ثانيه، تدي ودنك لمين؟ لروح القدس. يا رب عايز تديني ايه النهارده عشان علاقاتي. تالت حاجه، حاول تكتب ورايا. فانت معلش يعني الوعظه ام ودنين، عارفين المثل ده، الوعظه ام ودنين يشيلوها ايه؟ 2، فمن ناحيتي ومن ناحيتكم. طيب انا سميت الوعظه علاقات بتركيز جديد، الانجليش بتاعها نيو فوكس. اسمح لي اقول لك، نقرا الاول الشاهد، متى 7 بيقول كده، لا تدينوا لكي لا تدانوا. الانجليزي بتاعها لذيذ، يعني ما تحكمش عشان ما يتحكمش عليك، لانكم بالدينونة التي بها تدانون، يعني لو حكمت هيتحكم عليك. بص بقى عشان دي لذيذه قوي بالانجليزي، وبالكيل الذي به تكيلون. بالكيل هي معناها المسطره، المقاس اللي هتقيس بيه الناس. عارف هديك 4 من 10، انا هديكي 6 من 10، فبنفس المسطره انت كمان ايه هيتقاس على نفس المسطره. ولماذا تنظر القزة؟ حد يعرف القزة يعني ايه؟ العربي اللي هي سبيك، اللي هي ذره تراب في عينين حد. فيقول كده لماذا تنظر، انت عمال تبص على الذره القزة اللي في عين أخيك، عمال تتفرج على الحاجة الصغيرة خالص اللي في عين أخوك، وأما الخشبة اللي في عينك
فلا تفطن ليها. انت مش شايف الخشبه اللي طالعه من عينك، انت مركز على ايه؟ على ذره التراب اللي في عين اخوك الناحيه الثانيه. بيكمل بقى، ده في ناس بتتفرج، ناس بتقعد تبص على الايه، على الذرات اللي في الناس اللي حواليها. لا، في حد بقى ياخد خطوه اكتر، انا مش هتفرج، لا 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 انا مش هتفرج، انا هضطر اعمل ايه؟ انا همد ايدي واشتغل في حياه الشخص ده عشان اشيل من عينه الايه؟ الذره اللي في عينه. فبيقول لك كده: دعني اخرج القذى من عينك، وهل خشب في عينك انت يا مرائي؟ اخرج، لا صح، اخرج مفتوحه، صح عربي، اخرج صح، اخرج اولا الخشبه من عينك، وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين اخيك. خليني انا احاول اقول على قد ما اقدر بسرعه شويه. عايز اقول لك سر من اسرار لو تحب تنجح انك تدمر علاقه. حد سمعني؟ سر من اسرار ازاي تنجح انك تدمر علاقه، علاقه مع حد انت بتحبه، علاقة مع حد انت بتحب. اول سر: يا تكتب يا تصور، يا تحفظ يا تركز، اختلك حاجة. ماشي؟ مش هقولها تاني. احنا مش بنتعلم بعد ما نخش في علاقات حب او في علاقة فيها انا بحب حد، مش بنتعلم، اقرا الكلمة الصفرة كده معايا، انك تكمل تحب. احنا سهل قوي نلاقي حد نحبه، سهل الاقي صديقه احبها ابقى منبهره بيها وصاحبها في المدرسه، اصاحبها في الكليه، الاقي صديق، الاقي قائد جميل، الاقي حد ارتبط بيه، فسهل تلاقي حد تحبه، سهل قوي يعني. ان شاء الله مش بتقلقوش يعني، كله هيحب ويتحب حد الان، ما تقلقش. بس الاصعب بقى انك تتعلم ازاي تكمل تحبه. الافلام الرومانسيه، حد هنا بيحب الرومانسي؟ الله، في لسه الرومانسيه موجوده، بتحب الرومانسي؟ في افلام رومانسيه كده تتفرج عليها ويلاقوا بعض فيحبوا بعض، فبعد كده يحصل ازمه، لازم يحصل ازمه، عارفين كده اللي بيكتب سيناريو لازم يحصل ازمه في اي علاقتين بيحبوا بعض، يحصل ازمه بس ينتهي الفيلم بايه؟ حد عارف ينتهي الفيلم بايه؟ ايوه، لازم يتجوزوا، صح؟ عمرك شفت فيلم رومانسي بعد ما يتجوزوا يكمل لك ايه اللي بيحصل بعد الجواز؟ حد شاف فيلم رومانسي بيكمل بعد الجواز؟ انه في الغالب القصه بتنتهي عند الجواز، بتنتهي، او مش عايز يوديك العالم الاخر فتتفرج ما بعد الحب والجواز بيحصل ايه، انه في عالم اخر احنا جايين من الاخر. ماشي، انا وباسل، كم هنا حد جاي من الاخر؟ كم حد صاحبي؟ انا عمال افكر فيه كل مره اجي اسال عن كم حد مخطوب او كابلز مخطوبين يرفع ايده، بقى 4-5 سنين لغايه ما عرفت السر. اتجوزتوا؟ اديهم يد يا جماعه، الله يخليكم، يعني اخيرا اخيرا اخيرا. انا قعدت ادور عشان اعرف السر لغايه ما عرفته، انا عرفت السر للتاخير، فاللي عايز يعرف يروح لهم، انا عرفت السر خلاص. فاحنا جايين من الاخر بنقول لك الموضوع من الآخر حاجة مختلفة خالص، اللي هما بعد الجواز. عشان كده لازم نتعلم نكمل نحب بعض إزاي، لازم تتعلم، حد سمعني؟ نكمل، سمعني يا شادي، نكمل نتعلم نحب بعض إزاي. ماشي. السر الثاني: لو عايز تدمر علاقة أو تنهي علاقة اتنين بيحبوا بعض أو علاقة حب، ركز معايا عشان دي الوعظة كلها كانت المقدمة، ان الفوكس بتاعك في العلاقه يكون صح. الفوكس معادله منطقيه، لو الفوكس صح يبقى العلاقه هتمشي ايه؟ واضحه؟ صعبه؟ لو الفوكس غلط العلاقه هتمشي ايه؟ ما تتوقعش فوكس غلط يودي علاقه ايه؟ اكيد مش مظبوطه. عشان كده هتكلم معاك النهارده بسرعه عشان الوقت، في 4 فوكس لازم يتغيروا لو انت في اي علاقه، وانت طبق على البيت، على اصحابك، على المجموعه، على الكنيسه، على علاقتنا ككنيسه مع بعض. 1، جاهزين؟ هتكتبوا؟ هتصوروا؟ هتركزوا؟ اسمعوا. 1، اول فوكس غلط محتاج نعدله، فوكس الفايندينج، انا بدور. فوكس بيقول ان السعاده انك هتبقى مبسوطه قوي وهتعيشي سعيده جدا 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 يا سوزي لما تلاقي الشخص الصح والشخص المناسب. فكل حد فينا راسم رسمه كده انه هيبقى سعيد جدا جدا لما يلاقي الشخص المناسب.
وتروح تقعد قاعدة كده مشهورة مع حد شاطر فيقول لك نفسك ترتبط، يقول أقول له آه، يقول طب تقول لي مواصفات العروسة، شعرها أصفر، عينها خضرة، محترمة، هادية، لذيذة، كرياتيفيتي، دماغها نظيفة. فأنا بقول له نظيفة إزاي يعني ما بتفكرش خالص؟ لا نظيفة، أنا بقاش فاهم نظيفة يعني إيه دي يعني. شخصيتها مستقلة، أقول له خلي بالك الشخصية المستقلة اللي هي الاندبندنت دي ممكن بعد الجواز تقلب إيه؟ أنا وبعد الطوفان عايز أحقق ذاتي، عايز أبني كاريري يعني بلا. طب عايز أتغدى، بتروح تتغدى، طب أنا هناكل النهاردة، أنا مالي، أنا ببني الكارير بتاعي، فاهم؟ فأنت خد بالك برضو، بس طبعا إيه الموضوع مش فحتى الوقت بتدور مقتنع إن السعادة، السعادة إنك تلاقي الشخص الإيه المناسب، تلاقي الشخص الصح. سؤال بقى لكل بنت هنا بتدور على الشخص الصح، إذا كان صحاب أو ارتباط، سؤال بقى وإنت بتدوري على الشخص الصح المناسب الجدع، بتدور على صاحبك اللي برجولة، صاحبتك الأمينة الجدعة اللي ما تسيبكيش وقت الأزمة. What about you؟ سوري بالإنجليزي أنا آسف. طب بالنسبة لحضرتك إيه أخبارك أنت؟ إيه أخبارك أنت؟ هو أنت تعتبر الشخص الصح والمناسب اللي بتدور عليه؟ طب بالنسبة اللي أنت لقيته كان شخص صح ومناسب، أنت بالنسبة له صح ومناسب؟ بيصعبوا عليا أوي الشباب، يجي لي يقول لي تامر لقيت بنت فظيعة جامدة تحت ربنا، تسبح ترفع إيديها، بتخدم بتجري برجليها، حاجة كده فهمت، يديك مواصفات كده حاجة كده فولاذية وهادية وجميلة، تقولش لأ، حاضر على طول، بسيطة، متضعة، بلا 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 بلا، وأمورة وناس تحبها، حلوة أوي. عايز تعمل إيه؟ أروح بقى. تقول روح روح. فطبعا بيروح يقول لها أنا معجب بيكي وعايز نكمل في علاقة ونعرف نشوف نكمل ولا لأ. فحبيبي يحصل له إيه؟ أيوه واضح إن الناس كده هنا جربت، يحصل له إيه؟ يتصدم، تقول له معلش خلينا إخوات في الكنيسة، خلينا أصحاب. فهو حاسس ليه؟ إزاي؟ شن؟ أنا لقيتها وليه بعد حبيبي الراحة. سؤال، هو أنت بالنسبة لها الشخص المناسب؟ الشخص الصح؟ أنت طول الوقت بتدور عشان عندك قناعة بتقول السعادة إن لاقي الشخص الصح، طب لما تلاقيه هل أنت الشخص الصح؟ طيب لقينا بعض إحنا الاتنين إيه؟ إحنا الاتنين صح، لقينا بعض خلاص. طيب بتعمل إيه بقى؟ ما أنتوا لقيتوا بعض، بنكمل نعمل إيه؟ بندور، بندور. ما بنشتغلش على نفسينا بعد ما نلاقي بعض إن إحنا نكون. فبتدور على إيه بعد ما بتلاقيها؟ حد عارف؟ بلقيتها بتدور على ايه؟ هنجيب خاتم الشبكة ازاي؟ صح؟ هندور على الشبكة. بعد الشبكة بتدور على ايه؟ خلاص كده؟ بدور على الشقة. بعد بدور على الشقة مهندس الديكور يوضب الشقة. طب بعد ما فبنقعد ندور. وانت سعادتك بتدور على ايه وقت الخطوبة؟ بندور على اسمه حاجة ارتست مش فاكر، اللي هو بتاع المكياج ده، اللي هو بتاع الفن بتاع المكياج ده. عندنا كان ايام مجاني راح للمكياج، جاي من عند المكياج، فهو او ادور على الفوتو سيشن. فانت بتدور، بتكملوا تدوروا. واحده من الحاجات اللي بتفاجئ الشباب اللي هم لسه في خطوبه، بنعمل لهم سيشن كده عن لما تقعدوا وانتم مخطوبين تتكلموا في ايه، فبنديهم شيت فبيتخضوا. هو احنا نتكلم في كل الحاجات دي؟ ايوه. ان واحده من الحاجات المهمه قوي انك تركز انك تكونوا انتوا الاثنين ايه، حد عارف انتوا الاثنين ايه؟ واحد. فعايزين نشتغل على بعض كعلاقه ونشوف ازاي نكون واحد، نكون قيمنا واحدة، أهدافنا واحدة، مبادئنا واحدة. فلازم نشتغل مع بعض وقت الارتباط، وقت الخطوبة، إزاي نكون إيه؟ واحد. الفوكس الثاني، عايز أقول قصة في الحتة دي. مرة مدرسة كده كتبت، طلبت من الطلبة بتوعها يكتبوا مقالة، وقالت لهم اكتبوا لي وصف لرحلة طلعتوها مع أصحابكم في مكان كده زي غابة ولقيته حاجة غالية. فالولاد كتبوا المقالة. عارفين إيه اللي حصل؟ كل الولاد سقطت. عارفين سقطت ليه؟ عشان كله ركز إنه يكتب عن صحابه والرحلة وشافوا إيه وعملوا إيه، نسوا يوصفوا الإيه؟ الحاجة الغالية اللي لقوها. إحنا أوقات كتير قوي بنركز إن إحنا نلاقي الشخص، لكن ما نكونش إحنا الشخص ده الصح والمناسب. بنركز إن إحنا نبني بيت جميل وديكور وحاجات كويسه قوي، جميل كويس نركز ده، لكن بننسى ان احنا ازاي نكون احنا الاثنين واحد. مش عايزك حبيبي بعد الجواز معلش يعني
تتفاجئي ان جوزك بيتكلم هو نايم، او تتفاجئي انه ما بيشيلش الكوبايه بتاعت الشاي من قدام الترابيزه اللي هو شارب فيها. فاهم قصدي؟ لو ما بعملش مجهود مش عايزك تتفاجئي. لكن لو اشتغلنا على علاقتنا ببعض ان احنا نكون واحد، نكون واحد. الفوكس الثاني في العلاقات محتاجين نغيره، ناس كتير قوي بتخش علاقات جديدة وهي داخلة بالماضي بتاعها، بماضي علاقات، ماضي علاقات كانت فيه. واحدة من أسباب انهيار علاقات كتيرة قوي انك بتخش علاقات جديدة وانت شايل جواك صورة للعلاقات القديمة. بحاول اجيب حاجات امثلة بس ما حدش يضحك عليا. فانت بتخش علاقة، اللي يخمن صورة مين دي اجيب له حاجة حلوة بعد الاجتماع، ماشي؟ مش هتطلع على ال... فحين بتخش العلاقات الجديدة بصورة قديمة. حد عارف مين ده؟ حد عارف مين ده؟ انا بشعره وبنضاره وبكل حاجة. احيان كتير قوي بنخش علاقات جديدة بس شايل صورة انا هتكلم من حتة صعبة شوية، شايل صورة علاقات قديمة. كم حد فهمني؟ ابقى شايل صورة علاقات قديمة بشقين. شق حلو، ذكريات جميلة، مواقف جميلة، اصل افتكر عيد ميلادي وبعت لي اول واحد الساعه 12 هابي بيرثدي يا احلى ورده في حياتي وفجنيت علاقتنا، دي علاقه قديمه. بعد افتكر الاماكن اللي رحناها مع بعض وازاي كان بيضحكني وبسطني ويدلعني وهشتكني، فبقى داخله الجديد وانا شايله ذكريات الايه القديم. حلوه. خد بقى دي، ناس كتير قوي بتخش علاقات جديده ربنا حطها فيها بنظريه انفخ في الزبادي. حد عارف المثل ده؟ مين عارف المثل ده؟ حد عارف مثل انفخ في الزبادي؟ الزبادي السائع اللي طلع من الثلاجه، بيفتح الزبادي، كان نفسي اجيب زبادي بس ما لقيتش صراحه. تفتح الزبادي تعمل ايه؟ تنفخ فيه. ليه تنفخ في الزبادي؟ غريق، انت مجنون يا ابني؟ انت داخل وانت في علاقه مع حد، علاقه مع حد تلاقيك طول الوقت بينفخ في الزبادي. يا ابني انت مجنون؟ انت طبيعي بتنفخ في الزبادي؟ ما يتنفخش فيه. انا زبادي. ها، لما تكون انت الزبادي في العلاقه او انت الزبادي في العلاقه فتلاقيه ماشي ينفخ. تنفخ ليه يا حبيبي؟ الطريق ايه؟ حد عارف؟ اتلسع من الشوربه. فطول الوقت جواه الوجع، المواقف الصعبه، الكلام الموجع، الاهانه، الحاجات الصعبه اللي شافها من الشخص ده، الشك الترك اللي تسبب له فيه. فطبعا لو انا هنفخ الزبادي وفجاه جيني بتعاني مني، بس مش 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 زبادي يعني، اول ما اسمع رنه رساله الواتساب تتت، عارفين بيعمل ايه؟ بينفخ في الزبادي. منين الرساله دي؟ مين بعتها لك؟ عايز ايه؟ هو ليه بعت لك الايموشن اللي فيه الوش بيضحك بس فيه قلبين صغيرين؟ مش فيه ايموشن كده صح؟ في ايموشن هو القلب الواحد بيضحك بس فيه قلب هنا وقلب هنا. ليه بيصبح عليك الصبحيه؟ مين ده اصلا؟ هو الشخص ما عملش حاجة، هو الشخص يعتبر ايه؟ زبادي. حتى زبادي بس انت اتلسعت. فانت داخل بذكريات الماضي، داخل بذكريات بوجع الماضي، بتعب الماضي. فحين كتير قوي علاقات بتنهار، علاقات جميلة جميلة بتنهار وتبوظ عشان انت داخل بالايه؟ بالماضي جوه الحاضر. الفوكس الثالث والاخير، اسمحوا لي جايب النهارده عده العلاقات، ان شاء الله تطلع. الفوكس الثالث والاخير ان الفوكس بتاعك على الشخص اللي انت في علاقه معاه، انت مركز على النط اللي مش موجود، الحاجه اللي مش موجوده فيه، بدل ما تركز على اللي موجود ايه فيه. خلوني اطلع واحده من ادوات العلاقات اللي موجوده ومع كل حد فينا، ان شاء الله الاقيها، ان شاء الله الاقيها. يا رب يا رب، عشان شكلي وحش كده. ايه ده نزل؟ الله الله الله. العدسه المكبره
دي اسمها حادثة العلاقات، ودي موجودة عند كل واحد. يعني كل واحد عنده العدسة دي، العدسة المكبرة دي. بتشتغل زي العدسة دي، ما ينفعش تشتغل من بعيد. يعني طريقة شغلها ما ينفعش أقف كده من بعيد، لو جيت جنبي كده وتبص مش شافش في حاجة. لازم إيه؟ حد يخمن لازم إيه؟ تقرب، تبقى في علاقة قريبة عشان تعرف تشوف. في ناس كتير اختارت ما تقربش، مش عايز أقرب. ليه؟ حاجة من الاتنين، يا إما هو شايف جواه وحش قوي 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 فمش عايز حد يشوف اللي جواه إنه وحش قوي 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 قوي، يا إما اتوجع قوي 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 فمش عايز حد يعمل إيه؟ يقرب منه. الطريقة اللي بتشتغل بها العدسة دي، أنا ما ينفعش أشتغل بها مع المنبر، أنا آسف، أنا لازم أنزل مع المنبر وأقرب قوي 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 عشان أبتدي أشوف الناس من قريب. وخلي بالكوا العدسة دي بتشتغل إزاي؟ إن أنا بختار أشوف إيه وأكبر بيها إيه. اسمحوا لي عايز استضيف اكتر كابلز. كان حديث في وسطينا، مش حديث، انتوا جيتوا متاخر فكنت استضيفكم، معلش فانتوا اتاخرتوا، فانا استضيف اكتر كابلز كان قريب في ارتباطه. ده عندي يد الالفريد ومارتينا. انا هستاذن الفريد يمسك العدسه المكبره وقول لي، بص كده على مارتينا بالعدسه المكبره، ايوه ايه رايك في عينيها؟ لونها يعني لونها ايه؟ طلعت ايه؟ اسود ولا عسلي؟ لا بص بالعدسه، مش شايف؟ طب ما تبصش، خلاص بص بعينك انت، خلص عشان المنظر الوعظ، خليك ماسكها، دي باظه ولا ايه؟ قول لي ايه اكتر حاجه شفتها في مارتينا فقلت انا حبيتها بسبب اللي شفته ده. انت شفت حاجات كويسه في مارتينا، خدتك تقرر ترتبط بالبنت دي وتختارها من وسط كل بنات الكنيسه عشان ترتبط بيها. قول لي كده ايه اللي شفته وخليك تاخد القرار ده. هي متواضعه وامينه، وحسيت ان هي تكملني يعني. شكرا مارتينا. امسكي العدسه كده وقولي لها ايه اللي شفتيه في الفت قررت ان انت ترتبطي بيه وتديله كل حاجه، حياتك ودنيتك ومستقبلك، وتقولي هتجوز البني ادم ده. اللي شفته في الفريد ده هو حكيم وبيهتم وبيهتم يسمع. اشكرك. تعالوا ادي يد كبيره قوي 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 قوي. العدسه دي بتشتغل ازاي؟ انت بتختار انت عايز تكبر ايه في العلاقه، انت بتختار عايز تبص على ايه. في ناس اختارت تبص على الحاجات الحلوه، وخلي بالكوا هقول قانون مهم قوي اكتبه ورايا، اللي انت بتختار تكبره وتضخمه بيأثر، حد سمعني، بيأثر على مشاعرك وبيأثر على قراراتك وبيأثر على كل حاجه فيك. فاللي يخلي ألفريد ياخد، أنا بالنسبة لي أصعب قرار، مش إنه أصعب، مش إنه حاجة وحشة، أصعب لأنه حاجة مصيرية. اللي يخلي ألفريد ياخد أصعب قرار إنه قرر يبص ويشوف ويكبر الحاجات الحلوة اللي في شريك حياته، صح ولا غلط؟ فأنت لما بتكبر الحاجة وتشوفها كبيرة بتأثر عليك وبتأثر على قراراتك، بتأثر على مشاعرك. لما بتختار تكبر حاجات، فاكرين راحت فين؟ ممكن تطلعها؟ فاكرين القزة؟ انت لما بتكبرها، انا كنت بستغرب هو ازاي اشوف ذره تراب في عينين واحد، لازم يقرب فتشوف الذره ازاي. يعني اتريب يحط عدسه عشان تكبر الايه؟ الحاجات الضعيفه اللي في الشخص الاخر، فدور على اللي مش موجود فيه وكبره. فبترفع العدسه دي في البيت فبتشوف حاجات ضعيفه في باباك، بتشوف حاجات ضعيفه في مامتك، بتشوف حاجات ضعيفه في اخوك او اختك، فبتكبر تكبر، فتحس انك جواك متضايق وعمال تكبرها، فمشاعرك بتكبر معاها والغضب والضيق بيكبر. ممكن تكبر العدسه دي بعد الجواز. حد يعرف كابلز كانوا بيحبوا بعض قوي 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 وبعد الجواز خناقات ومشاكل ومشتاقين بعض؟ لو ما تعرفش هتلاقي، ما تقلقش، موجود. ليه؟ لانه اختار بعد الجواز بدل ما يكبر ويكمل يكبر الحاجات الحلوه ويبص عليها بالعدسه دي، قرر يبص على الحاجات الصغيره اللي ممكن تبقى بتضايقه.
احكي لكم حاجه كده، احكي لكم سر. هو مش سر قوي، هو في العيله بتاعتنا، بس انا الازمه عندنا يعني. انا ايموشنز قوي يعني، انا مشاعري مع انه ما يبانش عليا، بس انا ايموشنز قوي يعني، دمعتي قريبه مني يعني. فالمهم لما مسافر سايب مثلا جيني ونور ومحب ومسافر مثلا اي سفريه، بقعد في وقت كده فجاه بيوحشوني. فجاه ليه؟ بقعد افتكر الحاجات اللي بتحصل بينا لذيذه يعني. اكتر اتنين بيضحكوني في الحياه بيضحكوني نور ومحب، عندهم كميه افيهات بتموتني. بقعد افتكر الوقت ده وخروجنا وضحكنا وعملنا، وقعد افتكر حاجات جيني عملتها حلوه معايا وازاي انا حنينه وجدعه. فقعد افتكر، فجاه اروح بعت لهم ايه؟ رساله وانا مسافر، وحشتوني، انتوا عاملين ايه؟ بحبكم قوي، وهارت بقى ومش هارت. فده وانا مسافر. حلو الكلام؟ هقول لكم حته وحشه فيا بقى، بحاول اعدلها. لما برجع بوحشني اول يومين ثلاثه، وبعد كده ببتدي قاعد معاهم، هم معايا بس عادي، مفيش بقى الحاجات الحلوه دي مش فاكرها. انا من النوع اللي فجاه بسخن، مش عارف هقول لكم اسرار شخصيتي، بسخن بسرعه. فتلاقيني قاعد وهم قاعدين في الاوضه لوحدهم كده بيعملوا اي حاجه، وابتدي احس انهم ماسكين الموبايل، ماسكين الموبايل، اوكي؟ فابتدي كان العدسه جت على لقطه ايه، هم قاعدين ماسكين الموبايل وبقالهم كام ساعه وبيضيعوا وقت، مش بيذاكروا، فمش ملتزمين، ومش هينجحوا، مش هيخشوا الكليه، مش هيعملوا، مش هيفهم. فابتدي الموضوع يضخم. فبعمل ايه؟ حد يخمن بعمل ايه؟ زي اي اب تحس انه لسع، حد عارف بعمل ايه؟ هم مش حاسين بحاجه في اوضه حبايبي، هم في منتهى السلام والامان ومش حاسين باي حاجه. عارفين بعمل ايه؟ العدسه كبرت ايه؟ مين فاهم؟ كبرت المشاعر، متضايق، غضبان، اروح فجاه قايم من غير اي مقدمه، وافتح الباب بقول لكم ايه؟ مفيش موبايل، سيب الموبايل، مستقبلكم هيضيع من اول النهارده. فهمتوا؟ حد فاهم حاجه؟ هم بيبصوا لي، في ايه؟ خير خير، انت كويس؟ طبعا مش بيقولوا كده يعني، انا بقاري جواهم، انت تمام؟ لا انا مش تمام. انا رفعت العدسه اللي بشوف فيها حاجات، هي ممكن تبقى ضعيفه فعلا، بس بعمل ايه؟ مضخمه، مضخمه. دي العدسه كام دي يا جماعه؟ انا نسيت. ثلاثه؟ دي ثلاثه؟ دي الاخيره، عشان كويس انا بختم. ايه ده؟ بختم بدري. العدسه اللي بعد كده، ودي اللي هختم بيها العدسات، ان انت مركز عليهم. يعني ايه؟ فاكرين الايه اللي قريناها؟ انت مركز مش انك تبص. يعني في علاقات بتبص على الحاجات الصغيره الديفوهات، لكن انت مركز انك تمد ايدك وتحاول تعمل ايه؟ وتغير. هقول لك اسرع طريقه تدمر علاقه، انك تشيل مسؤوليه انك تغير اللي قدامك. حد سمعني؟ انك تقرر تبقى انت ربنا في حياته، انك عايز تغير صاحبتك، عايز تغيري مامتك، عايز تغير شريك حياتك، انك تشيل مسؤوليه انك تغير حد بتحبه. في اداه ثانيه، اداه ثانيه مهمه قوي، اداه محتاجينها في العلاقات بتاعتنا طول الوقت. العده كتير قوي النهارده، معلش سامحوني. مراية العلاقات. حد عارف ايه لازمة المراية دي؟ البنات عارفين، تاني الولاد برضو عارفين ايه لازمة المراية دي. لو مش موجودة بنفتح الكاميرا. حد عارف الستايل ده؟ لو وانا خارجة اروح فاتحة الكاميرا عشان اشوف القصة. عارفين ايه لازمة المراية دي؟ تستخدمها ليه المراية دي؟ خير يا ولاد، محدش بيستخدمها، مفيش بنات بتستخدم مرايات. بستخدم المراية عشان اعمل ايه؟ أشوف فيها نفسي. أشكرك. بستخدم مراية عشان أشوف فيها نفسي. وعندي جرس إنذار في الحتة دي. في ناس في مجموعة ناس تقرر إنها مش عايز أبص على نفسي عشان ما أشوفش الضعف اللي فيا. أنا مش المشكلة فيا، أنا تمام. المشكلة فيهم هم المشكلة، هم المشكلة، مش أنا المشكلة، أنا تمام. فينا بقى اللي بياخد الإكستريم اللي هي الناحية التانية، انه يقرر طول الوقت قاعد. ركزوا معايا بقى، سلم على جنبك كده، قول ركز على دي عشان احنا بنختم. سلم على جنبك، قول له ركز في مرايه العلاقات، ركز في المرايه. النوع الثاني بقى بيعمل ايه؟
وانا عارف انه في ناس كتير وبنات كتير وولاد كتير بيعمل الحكايه ديت، انه طول الوقت قاعد لوحده ماسك المرايه بيبص على ايه؟ على الحاجات الوحشه اللي فيه. خطوره المرايه دي انك ما ينفعش تبص عليها وانت لوحدك، انت محتاج تبص على المرايه دي مع اكتر علاقتين مهمين في حياتك. اول علاقه علاقتك بربنا، انت محتاج تفتح المرايه دي وترفعها كل مره بتقعد فيها مع ربنا وتقول له يا رب ايه اللي فيا عايز تشتغل فيه في حياتي، وكأنك بترمي مسؤولية التغيير ده مش على الآخر لكن ولا على نفسك لكن عليه ربنا، إنه يقدر يشتغل في حياتك وإنت معاه تمشي سكة الإيه؟ التغيير. محتاج كمان علاقة تانية مهمة أوي في حياتك، أوي أوي أوي، محتاج حد سمعني، محتاج قائد شخصي تثق فيه ترفع مع المراية دي وتقول له ما تيجي نبص مع بعض وتقول لي إيه اللي فيا محتاج نشتغل عليه. خليني أختم بآخر حاجة في الحتة دي. كل حد فينا يا ولد، كل حد فينا، بصوا أنا عندي 50 سنة تقريبا وحد صغير عنده 8 سنين، كلنا بأعمار مختلفة، كلنا من أكبر حد في الإيمان في السن لأصغر حد في الإيمان في السن، كلنا جوانا خزان، خزان لازم يتملي من كلمة اسمها القبول. والخزان ده، الخزان ده أنا طول الوقت طول الوقت وعايز أملاه عشان أعرف أتحرك، عشان أعرف أخش علاقة. فهربط بحاجة في علاقتي مع ربنا، في علاقتي مع ربنا دي نص مصورة، في علاقتي مع ربنا، في علاقتي بيه طول الوقت ببقى مستني استقبل منه قبول ليا، فبعمل اي حاجه، بعمل اي حاجه، هحاول ابطل خطيه عشان اشعر ولا احس انه بيقبلني، هتعلم ابقى كويس، هقرا في الكتاب، هصلي، هروح الكنيسه، هخدم، فطول الوقت حاطط لنفسي ان انا بحاول اعمل حاجه عشان استقبل قبول من ربنا ليا. وفي نفس الوقت عندي علاقة مع ناس تانية بحاول أقبلهم، بحاول أقبلهم. ففي علاقتي مع ربنا بحاول أقبل إيه؟ نفسي. وفي علاقتي مع اللي قدامي بحاول أقبله طول الوقت. مفيش بني آدم عرف يعمل حاجة يحس فيها إنه مقبول 100%، إنه عمل حاجة ينفع يتقبل عليها 100%. فلو حطيت نفسي مسطرة لعلاقتي مع ربنا انت بتقبلني كم من 10 باللي بعمله، مفيش بني آدم وصل لعشرة من 10. ولو حطيت نفس المسطرة وانا بقيس البني آدمين اللي في حياتي اللي في البيت واصحابي واللي حواليا كم من 10 اقدر اقبلك، بحس انه لا، ولا حد من الموجودين في علاقات حياتي اديله 10 من 10 انا قادر اقبله زي ما هو. معضلة اسمها معضلة القبول، ازمة العلاقات، ازمة العلاقات، احتياج رهيب، شباب بنات كبار صغيرين متجوزين، انه يحس انه مقبول طول الوقت. معضله محدش عارف يحلها. عارفين ربنا عمل ايه؟ ربنا الوحيد اللي عرف يحل المعضله دي، معضله ان انا اقبل نفسي في علاقتي بيه واني اقبل اخويا. حد لقط؟ حد لقط؟ مش باين؟ مش باين؟ ما تيجي ندي يد ربنا. هي اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ انا محتاج املى الخزان ده في الصليب اني مقبول 100%. عارفين ليه؟ عشان اعرف اقبل اخواتي اللي في علاقه اللي انا معاهم. هختم، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه عشان اغير الفوكس ده واغير التركيز ده من الغلط للصح؟ واحد، لو عايز تكتب، تصور، تركز، تحفظ، ما تلعبش دور ربنا في حياه اللي حواليك، ما تحاولش تغيرهم، ما تحاولش تمد ايدك في حياتهم وتحاول تغيرهم، انت مش ربنا. 2،
اقراها كده معايا. حد عارف يقراها؟ ما تتوقعش من اللي حواليك يلعبوا دور ربنا في حياتك انه يملوا الخزان الفاضي اللي جواك. ثلاثة، ففي متى 7:7 اقرأ كده معايا: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. بالانجليزي اطلب، التانية دور، دور سيك دور، اقرأوا يفتح لكم. لأن كل من يسأل يأخذ، لو طلبت هتاخد، لو دورت هتلاقي، لو خبطت الباب هيتفتح. حد لقطها؟ لو سألت وطلبت هتلاقي، لو دورت هتلاقي، لو خبطت الباب هيتفتح. فانت اسأل اطلب دور. اسأل اطلب دور ايه؟ روح ربنا، روح له، روح له بالعلاقات اللي في حياتك، روح له بالخزانات الفاضية، وقول له ساعدني عشان اقدر اتملي من الحب بتاعك واتملي بقول ده فاقدر اقبل اللي حواليا. روح له، روح له بالعلاقات اللي كانت في الماضي واللي وجعتك واللي تعبتك. هقول تحذير، اوعى تخش علاقات جديدة بأثار علاقات في الايه؟ في الماضي. اوعى، لازم تتشفي من علاقات الماضي عشان تعرف تخش الجديد. دور 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 على قائد، قائد تثق فيه. دوري على قائدة تثق فيها عشان تساعدك تكوني الصورة الصح، الزوجة الصح، الابنة والابن الصح. دور على قائد يساعدك عشان تكون أفضل، تكوني أفضل. دور، ما توقفش. آخر حاجة، أنا كده طولت، أنا كده حلو صح؟ كده أنا كده كيوت. هطلب حاجة بقى، جايز تعمل، جايز 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 تعمل قفزة رهيبة في علاقات حواليك. حد يتحمس معايا النط في القفزة دي؟ حد 1 2 4 5 تساعدوني. حلو قوي. ممكن تطلع الموبايل بتاعك، موبايلك طلعه لك اشوف بس انواع الموبايلات. معلش، ايفون، سامسونج، هو ده نوع كلاب ده. هو ماشي، بوبو ماشي. ارفع موبايلك، معلش ارفع موبايلك، بليز 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 ما تخافش. ما ارفع موبايلك، ارفع موبايلك، ارفع موبايلك، ارفع موبايلك كله كله. طلع موبايلك، طلع موبايلك، طلع 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 طلع، خليك كده، طلع طلع. ايوه ايوه، كله بان، كله بان. عايزك في ثواني كده طلعوا الموبايلات. الشباب الصغير طلعوا الموبايلات، انا شايفكم، طلعوا الموبايلات. عايزك في ثواني كده فكر في حد، فكر في حد دلوقتي دلوقتي. ممكن حد يبقى بابا، ممكن تبقى ماما، ممكن تبقى اخوكي او اختك، ممكن يبقى القائد بتاعك، ممكن تبقى شريكة حياتك اللي قاعده جنبك. ماشي، طلع الموبايل بتاعك وابعت لها، ابعت له رساله دلوقتي دلوقتي. ابعت رساله لحد دلوقتي. فكر كده، اشكره. يا ريت تبعت لماما، يا ريت، ده يعني هتحس انه حصل حاجه. الاجتماع عمل ايه في العيال؟ هتبقى معجزه من معجزات الزمن الاتي. ابعت لماما، اشكرها، اشكرها على حاجات. افتكر حاجات حلوه، حط العدسه. لو عايز تبعت لبابا، يعني ما اعرفش النتيجه ايه، بس يعني اعتقد كويسه، اعتقد. ابعت لبابا، ابعت له بابا اشكرك، وحاول تفتكر حاجات حلوه عملها معاك. شريكة حياتك جنبك، مراتك جنبك، خطيبتك جنبك، ابعت لها، مش تقول لها، ابعت لها. ابعتي كده، ابعتي يا مارتينا لألفريد مشي، معلش حد يقول له أولاد. ابعت لها، ماشي، ابعت لها، ابعت لها، ابعت لحد، ابعت لحد دلوقتي رسالة. ممكن تبعت للقائد بتاعك، ابعت لحد من صحابك. لو في مدرسين في حياتك، لو انتوا في مدرسة، ابعت لمدرسة أثرت في حياتك، أثرت في، ابعت رسالة دلوقتي. مش هتخسر حاجة على فكرة، مش هتخسر حاجة. عارفين مين اللي هيكسب؟ انتوا الاثنين. عبال ما التسبيح يطلع، عبال ما التسبيح يطلع، خلينا نكمل نبعت لبعض. ممكن تبعت رسالة اثنين، افتكر أي حاجة حلوة. افتكر لماما أي حاجة حلوة عملتها لك، أكيد في حاجات حلوة. افتكر بابا، افتكر اخواتك. ابعت رساله كده اشكره، قول له بشكرك، انت كنت جدع معايا قوي، انك بتيجي على نفسك وتضحي على نفسك. ابعت القائد بتاعك، على فكره قائد المجموعه بتاعك، ينفع تبعت له شكر، تقول له شكرا شكرا. ينفع تبعت لقائد الاجتماع، تبعت لباسل تشجعه، الراجل الغلبان ده هو والفريق بتاعه والشيبرد ابعته رساله شكر بسيطه. طلع ابعت.
ولما تخلص اقف عشان اعرف انك بعت. لو خلصت رسالة اقف عشان اتأكد انت خلصت الميشن دي. ابعت لقائد شخصي مشي معاك مشوار شكره. تعالوا نعمل حاجة اسمها ماجنيفاينج، نحن نكبر الحاجات الحلوة في بعض. لو بعتت الماما بعتت لحد من اصحابك اقف مكانك. على فكرة هو ده المايند سيت الجديد، هو ده الذهن الجديد في العلاقات، نحن نشوف الحاجات الحلوة في بعض.